الموضوع لا يخلو من الجنبة السياسية، بل على العكس يعني كانت هي هذه واحدة من الشعارات اللي أطلقت قبل الانتخابات، يعني كانت جزء من الحملة الانتخابية نعم ليس فقط للكتلة الصدرية وإنما كتل أخرى، أنه ستعمل على تغيير أو إعادة سعر الصرف إلى ما كان عليه. وهم يعلمون جيدا أن القرار ليس يعني ليس للدعاية، وإنما هو قرار يفترض أن يكون قرار البنك المركزي. إحنا نعم بالمرة السابقة رغم إصرار البنك المركزي على أن القرار اتخذ من قبل مجلس إدارة البنك المركزي، لكن إحنا كنا نعيب على البنك المركزي أنه فقد جزء أو جزء الأهم من استقلالية البنك المركزي عندما رضخ إلى مطالبات السيد وزير المالية أو وزارة المالية. وأفصح عنه يوم أمس السيد المحافظ أنهم يعني هو كان معترض وهو آخر من نعم وافق على قرار تغيير سعر الصرف. يعني كانت بتوصيات من وزير المالية. لا، بضغط من السيد وزير المالية وليس بتوصيات. يعني المعلومات اللي عندي أنه يعني إذا ضغط أجبر من وزير المالية، يا وزير المالية من تضغط على مدير البنك المركزي، مجلس إدارة البنك المركزي مجلس وليس فقط. إدارة، مو تفكر بهذا المواطن؟ مو تضعون خطط عن عملية حقيقية تطبق على أرض الواقع؟ ما يفترض شعارات. أشار لها دكتور هيثم، وإحنا تحدثنا يعني أنا بصراحة تحدثت مع بهذا الموضوع مع يعني السبب برفع سعر صرف الدولار وزير المالية، كمل. يعني أكيد يعني هذا الموضوع قرار من وزارة المالية، هسه لكن الأسباب شغلة أريد أتحدث الاقتصادية لك أسباب بيها دكتور، اجتماعية. دكتور نعم يعني معرفتي البسيطة أنا يعني كإعلامية، أنا أعرف أنه البنك المركزي منفصل عن الحكومة، عن وزارة المالية. شلون ممكن وزير مالية يضغط على البنك المركزي والبنك المركزي عنده استقلالية في هذا الموضوع؟ هذا معرفتي، معرف صحيح؟ يعني أنا إذا تسمحي لي، قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 منح استقلالية كاملة للبنك المركزي في رسم السياسة النقدية وفي تحديد سعر الصرف. وإذا تتذكرون المشكلة اللي حصلت بين السيد المالكي عندما كان رئيس الوزراء والسيد المرحوم سنان الشبيبي، عندما طلب أنه يقرض 5 مليارات أعتقد لتمويل نفقات قمة بغداد، رفض السيد الشبيبي إقراض الحكومة. بعد ذلك اضطر أنه يقال ويأتون بأشخاص آخرين. هذا الموضوع ما تكرر، وحصلت ايضا يعني حاله اخرى عندما في حكومه السيد العبادي على ما اعتقد في عام 2016 ايضا طلبت الحكومه الاقتراض المباشر من البنك المركزي، ورفض السيد المحافظ السابق علي العلاق وقدم اعتراض بالمحكمه الاتحاديه وكسب هذه القضيه. لكن اعتقد ان الظروف اللي اشار لها دكتور هيثم، الازمه الاقتصاديه الخانقه، انهيار اسعار النفط، خلت اكو نوع من التواصل باعتبار انه الحكومه او وزاره الماليه تمتلك الدولارات النفطيه نعم. ومضطره انه نعم تبدلها. انا عندي اسئله هوايه.